وليد والله شوف صدق للأمانة، يعني إذا قلت إنه هو اللي دايم جمعنا مع بعض، حتى يعني إذا النفسية يعني مثلاً هزمنا لا سمح الله في أي مباراة، يعني شوفنا إن اليوم الثاني الكل ما حد بيطلع في الثاني، تلقاه هو الوحيد اللي جمعنا. فراي إحنا عندنا جروب في النادي، وأنا قصلاً قبلها يمكن 3 أيام 4 أيام أقول لهم يا شباب ترى الوقت الفلاني لا حد يرتبط، يعني ترى أنا عم أعطيكم قبلها ب4 أيام 5 أيام، اللي عنده ارتباط في اليوم هذا يعني يكنسل. ترى حاجات بسيطة بس يمكن في ناس ما يحسون فيها، ما يحسون فيها إن أنا لما أجلس معك ساعة ساعة ونص ساعتين برا المجال ترى هذا شيء كبير. هذا مش هذا هذا في استقبال وفي مقاطع وفي تفوز تفوز. سموه بقرب الحارس. طب سموه وليد عبد الله. لا نبغى قرب الحارس.